لا يا أولى، محطاتنا لليوم رح نحكي فيها عن حالة من الواقع عم نعيشها، كيفية تناول الدواء بظل جائحة كورونا. كتار من الناس بالأوقات الطبيعية بيعتبروا رفقاتهم أو جيرانهم أو حتى الإنترنت هو الطبيب، وبيقرروا على أساسه تناول دواء ومن غير تشخيص وبشكل أكيد عشوائي. تماما سمر، يعني وخاصة هلا بجائحة كورونا عم نشوف كثير من الأشخاص عم ياخذوا فيتامينات، عم ياخذوا زنك، عم ياخذوا أدوية بشكل عشوائي وما بيراجعوا الطبيب، ولكن بالحقيقة هو في عيارات وفي أجسام بحق لها تاخذ أدوية هي وفي أجسام ما بحق لها تاخذ الأدوية. رح نحكي أكثر عن الأدوية واستخداماتها بالشكل الصحيح وعدم استخدامها بالشكل الخاطئ أكثر مع الدكتور الصيدلاني مغيث دلاوي. صباح الخير دكتور. يسعد صباحكم. أهلا وسهلا. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. اهلا فيكم. بالبدايه دكتور خلينا نحكي انه السؤال الاكثر شيوعا بهالوقت انه الاشخاص المتعافين والغير مصابين بفيروس كورونا، هل من المسموح لهم انه ياخذوا دواء مثلا مضاد حيوي او دواء التهاب، ولا شو هي الاثار الجانبيه اذا استخدموا هالادويه؟ هلا بالنسبه للمضاد الحيوي كبدايه يعني هو ما بصير يتاخد الا عن طريق طبيب وبحالات معينه، يعني مثلا في حالات التهابات فيروسيه ما بصير ناخذ فيها الانتيبيوتيك، في حالات تانية ممكن ينقص مناعه الجسم بزياده فبيخليه اكثر عرضه للشخص انه ينصاب بداء كورونا او الى ما هنالك. بالاضافه طبعا انه المضادات الحيويه يعني الى مشاكل كثير، طبعا اول شيء هي بتقضي على البكتيريا النافعه بالامعاء فبتعمل مشاكل بالمناعة، وبده جسم حوالي أكثر من شهرين ليتعافى من هاي المشكلة طبعا. فالمفروض أنه ما يستخدموا الأنتيبيوتيك نهائيا إلا باستشارة الطبيب أو استشارة صيدلي طبعا على الأكيد. يعني حتى هلأ بأغلب دول العالم الأنتيبيوتيك ما بينعطى إلا بوصفة طبية بأمريكا وبكندا، احنا هون ضامي يعطيني حب احمر واسود دغري انه والله حاسس رح توجعني اللوزه هاي فاعطيني حب التهاب تماما. طبعا هذا اكبر غلط، يعني في دراسات كثير حتى عم بتطلع عليهم انه استخدام المضاد الحيوي لمده اكثر من شهرين ممكن ينقص العمر عند كبارية العمر فوق 60 بنسبة 27%، يعني قاتل، مو بس انه هو له مشاكل. حتى انه استخدام كورس واحد من الانتيبيوتيك بيضل شهرين عامل له اضطرابات هضميه ومشاكل هضميه بالبكتيريا النافعه اللي هي البروبيوتيك اللي هي مسؤوله عن جزء كبير من المناعه وعن الهضم واكثر من شيء. هلا خلينا كمان نحكي عن المناعه، تقويه المناعه. كثير سمعنا انه لحتى نحمي حالنا بناخذ فيتامين د، بناخذ زنك، بناخذ فيتامين سي، وفي منا عم ياخذ التركيبات الفيتامينز بالاضافه لمالتي فيتامينز، يعني علبه فيها عديد من الفيتامينز، وايضا عم ياخذوا مركز بعلب مركزه. خلينا نحكي هالشيء صح ولا غلط للعالم الاصحاء اللي هن بس بدهم يقووا مناعتهم. هلا بشكل عام يعني الانسان الصحيح هو عنده مناعه ذاتيه، يعني من اكله من شربه من حياته الطبيعيه، يعني اوريدي الله عطى كل واحد مناعه، فاحنا ممكن انه نزيد هاي المناعه باشياء معينه بخصوص مرض الكورونا حاليا. في بروتوكول وبروتوكول علاجي طبعا هو، وفي طريقة اللي هي زيادة المناعة عن طريق مجموعة أشياء طبعا بنسب محددة. يعني الفيتامين سي مثلا لازم ما يتجاوز 1000 ملي جرام باليوم، يعني قطعة وحدة؟ ايه هلا لا وحدة. في حسب العيارات، هلا في عالم بتقول لك اعطيني الأجنبي، الأجنبي طيب عياره 240 ملي جرام، يعني بدك أربع حبات من الأجنبي الفوار. في كثير عالم ما بيعرفوا إنه فيتامين سي فيه عيارات. لا كان في عيارات. في مثلا حبة من الصناعة السورية 1000 ملي جرام بتكفي. سنة لو لا بدي الأجنبي، بدي الفوار حصرا، يعني حسب شو بيبعتوا بالواتساب. طبعا خالته بعتت لجروب العيلة انه استخدموا فوار فيتامين سي، وصاروا يوميا ياخذوا، ما بيعرفوا انه العمر بيأثر، اذا كان يعني طفل صغير ما بصير تعطوا هالفيتامينات الكثيرة يوميا. خلينا نحكي شو هو العمر المناسب للفيتامين، شو نعطي الاطفال بظل جائحة كورونا برأيك دكتور؟ تمام. هلا بالنسبة للاطفال هن اوريدي عندهم مناعة اقوى من الاكبر بالعمر ومن يعني الكهول ومن الاكل الطبيعي تبعهم الموجود، فهن
عم بيستقوا كل انواع الفيتامينز والمعادن اللي بتقوي لهم المناعه، فهم ما لهم بحاجه لاي شيء، يعني من عن طريق الاكل، عن طريق العصير ممكن، اذا ولا بد حبينا نعطيه للطفل ففي مجموعه فيتامينات مركبات خاصه للاطفال، خاصه بعيارات محدده كثير صغيره بتجي بالنسبه للاطفال، يعني ما فيني اجيب ولد عمره 6 سنين واعطيه حبه فيتامين سي عياره 500 ثلاث مرات باليوم، يعني اكيد الفيتامين سي رح يعمل له مشاكل للطفل، حتى الكبير اذا تناول بجرعات كبيره الى اعراض جانبيه ومشاكل كبيره طبعا. تمام دكتور، في كثير من الاشخاص ما عندهم قادرين يعملوا تحاليل يشيكوا اذا عندهم نقص باحد الفيتامينات يلي هي بتقوي المناعه واللي هي هلا يعني كثير منتشره باقاويل وبوصفات اطباء، كيف فينا نحن ناخذ جرعات ولكن نضل بالسيف سايد يعني ما تاثر، حتى مثلا ناخذ فيتامين دي، نحن ما معنا نقص فيتامين دي بس انه هو في عيارات، شو العيارات الصحيحه بكل الفيتامينات؟ تماما، هلا بالنسبه للفيتامينات والمعادن اللي بترفع المناعة في عيارات محددة ما لازم نتجاوزها، لحنا ما نضل بالسيف سايد، هي بتقوي المناعة طبعا، في هو اوريدي موجودة المناعة بس لحنا انه احتياط، يعني نتوقع الأسوأ ومنحاول بدل ما نعمل تحليل باخد الجرعة المسموح فيها، يعني مثلا باخد فيتامين سي بحيث انه ما نتجاوز 1000 ميلي جرام ل 3000 ميلي جرام بالنهار يعني ماكسيموم، يعني طبعا زياده عن هيك ممكن تعمل له مشاكل، زياده الفيتامين سي ممكن تعمل له مشاكل هضميه، ممكن تعمل غثيان لعيه نفس، ممكن حتى تعمل مشاكل كلويه انه تعمل له حصى كلويه، ويعني وكذلك الامر بالنسبه للمغنيسيوم، يعني في والجرعه بتتحدد حسب الوزن، حسب المشاكل الصحيه اللي بيعاني منها الشخص، يعني اللي عنده قصور كلوي غير الطبيعي، اللي عنده قصور كبدي غير الطبيعي، اللي وزنه 120 كيلو ومثل اللي وزنه 60 كيلو، يعني طبعا. ما فينا ناخذ جرعه هي ستاندر للكل وانه خلص نبعث للاصدقاء، اكيد بتختلف من شخص للثاني، تمام. اكيد مو ناخذ الوصفه مثل ما حكينا من الجيران او الرفقات او حتى العائله. الدكتور خلينا نحكي هلا الشخص اللي عم بيصير معه رشح، صار في عنا كثير خوف بظل جائحه كورونا، عم بيفكر انه الاعراض انه يعني مبدئيا متشابهه، فبيفكر انه معه كورونا بيلجا فورا بياخذ ابر، خلينا نحكي عن الابر اللي عم بياخذوها، هن بيكون عندهم يعني رشح عادي وطبيعي، يعني كان يمرق معهم بالسنين القديمه قبل الكورونا يمرقوا يعني عادي من غير لا ادويه ولا شيء، هلا عم بيلجاوا للابر، خلينا نحكي عن هذا الموضوع. هلا هو موضوع الابر انه شو هي الابر اللي عم بياخذوها، هي انتي بايوتيك، يعني نرجع لنفس الفكره اللي حكيناها اول شيء، هي المضاد الحيوي، طبعا المضاد الحيوي مثل ما قلنا ما بصير يتاخذ نهائيا، هو والديكلون، الديكلون يعني اكثر اي هدول الشائع عندنا بالبلد، احنا يعطيني ابرتين، طب شو هن الابرتين؟ ديكلون ديكسون، ديكلون وروس مثلا روس بليكس سفاترياكزون، انه متعودين انه هاي الابره هي العلاج الوحيد للرشح واعراض القريب، ومعتبرين الكورونا هي نفس نفس الرشح، فهي موضوع الابر هي الانتي بايوتيك ما بصير تتاخذ باي شكل الا عن طريق الطبيب، يعني ممكن تكون الاعراض كثير بسيطه، اعراض رشح عابر يعني زكام موسمي، شويه سيلان احتقان وشويه وجع راس، بناخذ بنادول حبتين اربع مرات باليوم وبتمشي القصه، ما انك محتاج تاخذ مضاد حيوي، بالعكس يعني هلا من فتره بالبروتوكول قالوا انه الازيتروميسين يستخدم بالعلاج الكورونا، صارت العالم هجمت الناس كلها تتخزن 10 علب و7 علب ازيتروميسين، طب ما انت بجوز ما تعيش لحتى تاخذهم، يعني بشكل عام ما حدا ضامن حياته لبكره، يعني وهذا الانتي بايوتيك بناخذه لحالات محدده كثير، لما مرض الكورونا بينزل على الصدر وبيعمل انتان بكتيري، طبعا مو الفيروس، والفيروس ما فينا نقتله بالمضاد الحيوي، احنا بنقتل الانتان اللي ممكن يتبعه انا عم بيعتبروه كمان دكتور وقايه، هو ما هو مقوي تماما، هو عم بيعتبروه وقايه من هذا فيروس كورونا، غلط شائع، يعني بفكروا انه الازيتروميسين او المضاد الحيوي هو وقايه، وهذا الشيء بالعكس تماما،
هو اكثر شيء بنقص المناعه، لكن او احد الاسباب الرئيسيه بنقص المناعه. بوجع حلق او باي شيء التهاب بجسمه لازم تحت اشراف طبيب ياخذ، اذا بياخذ المضاد الحيوي لازم يكون تحت اشراف طبيب اكيد. طبعا. او الصيدلاني. دكتور طبعا. هلا نحن بالشهر التاسع والعاشر عند افتتاح المدارس بنركز على لقاح الجريب. كل سنه بنوصي وبننطر لحتى ناخذ لقاح الجريب للصغار وصاروا الكبار بالسنوات الاخيره. هل هذا اللقاح هو بيقوي المناعه، بيحمي من الكورونا، ولا ما له علاقه ب هلا موضوع اللقاح؟ هلا نحن ما فينا نجزم اوريدي لانه دراسات مستجده يعني عم تكون. هلا بشكل عام نحكي عن موضوع اللقاح، هلا طبعا في عدد محدد من الفيروس الموجوده بالطبيعه، فهني بيعملوا دراسة انه نحن بهذا الموقع بالموقع الجغرافي هذا مثلا بالشرق الاوسط شو هن اكثر فيروسز نحن بنتوقع انه تجينا هاي السنة، فهني بيجي هن تقريبا 200 فيروس توتال كلياته 200 فيروس، فنحن بنجيب اقوى خمس فيروسات ومنضعفهم يعني ضيفان وبيعملوا منه اللقاح، فانت اذا اخذتي اللقاح صار عندك مناعه ضد الخمس فيروسات. okay. بس هن الاكثر توقعا انه رح يصيروا معنا، فانت ما وقيتي من ال 200 فيروس، انا ممكن يكون اخذ اللقاح ومع ذلك انصاب بالرشح بالزكام. هو ما نوع علاج هذا، اذا هذا بالطبيعه فكيف الكورونا؟ طبعا سمعت موضوع اللقاح تبع الكورونا، يعني لا في لقاح لسه لسه ناطرين يعني وناطرين. تمام لسه ناطرين موضوع اللقاح. دكتور خلينا لكان بالختام بدنا نصيحه اخيره لكل حد عم يسمعنا، لكل حد عم يتابعنا، وكمان اذا في اشخاص معينين اللي بتنصحهم ياخذوا المكملات الغذائيه بهالوقت سواء كانوا اطفال ولا كبار بالعمر، كمان خلينا نحكي من ضمن النصائح. طبعا اول شيء بنصح فيه انه نستقي معلوماتنا من مصادر موثوقه، طبعا وزاره الصحه عندها موقع والتلفزيون العربي السوري عنده محطات عديدة عن الموضوع هذا. يفضل عدم الانجرار وراء طبعا منصات التواصل الاجتماعي الفيس والواس وجروب العيلة، انه نستقي منه معلومات المرض وطرق علاجه وطرق الوقاية منه. طبعا هذا احد الاسباب الرئيسية للمشاكل اللي عم نشوفها عنا هلا بالبلد. ثاني شيء انه الاشخاص اللي هن طبعا معروف مين مناعته اكثر شيء ضعيفة، اللي هن كبار بالعمر، اللي هن عندهم أمراض مناعية، اللي عندهم أمراض محددة، فهن يفضل دائما أنه يحصلوا على الأدوية الداعمة للمناعة. طيب الأطفال اللي هلأ بدهم يفوتوا على المدرسة بواحد تسعة يمكن، شو ممكن الأهل يعطوهم كمان نصيحة أخيرة، دواء فيتامين ولا بتنصحهم ما ياخذوا شيء؟ الأطفال ممكن نحن أفضل أنه نعطيه فيتامين مقوي للمناعة، نفس الشيء هو ملتي فيتامين، يعني فيتامين سي ودي بيجوا هيك جيلو او هيك بيجي في هذا الجيل جلبينو بيجي ممكن، وممكن شراب، يعني المهم انه جرعاتها هي مخصصه للاطفال، انه مو انا عم بقترح او حدا يقترح لاولاده انه خذ الدواء كذا، لا عن طريق الطبيب والصيدلي. هي اول شيء. ثاني شيء طبعا المعلومات اللي معروفه اللي هي التباعد الاجتماعي لغسل يعني اليدين، هذا يمكن اهم شيء اليوم نحكي عنه هو دخول الاطفال للمدرسه، لانه قديش بدك تقول لهم انه بعد ولا مشتاقين والكمامه يعني كمان مشكله الكمامه. هلا الموضوع اللي شوي يعني بيواسي انه الاطفال يعني الحمد لله الموضوع المناعه كثير قوي عندهم والإصابة كتير قليلة عند الأطفال، وفي حال إصابة يعني. موضوع النقل هو الخوف موضوع يعني نحن مو مشاننا مشان الأطفال، يعني الواحد بخاف على العيلة اللي عنده، على أبوه على أمه على حدا مريض عنده. أكيد. فنحاول قدر الإمكان أنه نتبع التعليمات والنظافة والتغذية الصحية أكيد نحاول نتجاوز الأزمة. النظام الغذائي الصحي للكبار وللصغار، والله يشفي كل المرضى ويحمينا كلنا إن شاء الله. اكيد دكتور شكرا لك، شكرا لمعلوماتك القيمه، ونشوفك ان شاء الله بحلقات قادمه. شكرا دكتور، اهلا وسهلا فيك.